once again here in Sharm for the last crucial stretch of COP27. The Secretary General's presence here in the last few hours as parties strive to finalize discussions أطراف أن تنهي مناقشتها وتصل إلى النتائج، وهذا يشهد على الأولويات والأهمية التي يتم إلى هذه العملية وإلى الجهود الدولية التي تتم لمعالجة قضية المناخ. إن نظام الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه لمكافحة التغير المناخي والأمين العام هو تجسيد هذا العمل. السيد الأمين العام وفريق رئاسة COP27 وهيئة UNFCCC يستمرون في مناقشتهم، وتم إحراز المزيد من التقدم، ويتضح لنا أنه في هذه المرحلة المتقدمة من عملية COP27 لا يزال هناك من القضايا التي لا زالت مفتوحة والتي يتم مناقشتها بين الأطراف. في 7 و 8 نوفمبر التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته، وهذا يؤكد أن الدول ملتزمة ولديها الإرادة بتلك القضية وقدمت تعهدات والمزيد من الالتزامات لدعم مكافحة المناخ، وهذه الالتزامات تحتاج أن يتم تنفيذها. وبالأمس واليوم كنت أحضر المشاورات بين الأطراف المختلفة واشتركت في المناقشات المباشرة مع الأطراف المختلفة، وبعض المناقشات كانت إيجابية وبناءة وبعضها لم تعكس الإدراك المتوقع للتحرك بشكل جماعي لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية. برنامج عمل التخفيف لديه الكثير من النتائج، وبالنسبة للتكيف هناك الكثير من العمل الذي لم يتم بعد، ونحاول أن نجسد القضية. وفيما يتعلق بالخسارة والضرر، فإن الجميع الأطراف تحاول أن تتخذ الإجراءات السياسية اللازمة لهذا الشأن. هناك القضايا المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتمويل الخسارة والضرر لمواجهة التغير المناخي، وأعتقد أن المزيد من الجهد يجب أن يتم بذله من كل الأطراف في هذا الشأن، وهذا سوف يقدم الأساس الذي يسمح لنا لكي نستجيب بشكل فعال للطلب الملح لتوفير الدعم المالي اللازم لتعويض الخسارة والضرر. ونحن نؤكد على ما تم التأكيد عليه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية في نوفمبر 7، حيث أن العالم أصبح ساحة للعروض الخاصة بالبؤس الإنساني، وهذا يجب أن ينتهي الآن وليس غدا. من جانبنا فإن رئاسة COP27 تعمل ليلا ونهارا لتسهيل الوصول إلى نهايات قاطعة لكل القضايا. أدعو كل الأطراف أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للوصول إلى النتائج والاتفاقات المرغوبة. العالم ينتظر لتأكيد الجدية الخاصة بهذا الشأن، وأدعو الأمم جميعها لكي تلاقي وتقابل طموحات شعوبها. وشكرا. صديقي سيادة الوزير سامح شكري، أنا أدعم تماما الرئاسة المصرية في تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية لكوب 27. وفيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت في بالي والتي أشكرك على هذا الوصف الدقيق للموقف الحالي. نحن COP27 على وشك الانتهاء في خلال 24 ساعة، والأطراف ما زالت منقسمة حول العديد من القضايا الأساسية كما تم الإشارة إليه. أصبح من الواضح في الأوقات الأخيرة أن هناك
مشكلة في قضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة وبين الاقتصاديات الناشئة، ولكن ليس هناك وقت لذلك. يجب أن يكون هناك تصرف سريع، ويجب استغلال هذه اللحظة، وهذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه البشرية. العالم يشاهد، وهي رسالة بسيطة لنا كلنا، فلنقف ولننفذ. يجب أن يكون هناك عمل مناخي فعال يحتاجه الشعوب ويحتاجه العالم. الانبعاثات العالمية وصلت لمعايير مسبوقة لم تحدث من قبل، وأيضا هناك ما نحتاج أن نقوم به هو أن يكون لدينا الموارد للقيام بهذا العمل. وأدعو كل الأطراف أن تعمل على الجوانب المهمة. أولا بناء الثقة. الطريقة المثلى لبناء الثقة هي أن يكون هناك اتفاق حول قضية الخسارة والضرر والدعم المالي للدول النامية. الوقت للحديث حول التمويل الخسارة والضرر قد انتهى. نحتاج أفعال. لا يستطيع أحد أن ينكر أن تكلفة الخسارة والضرر فادحة. العالم يغرق ويحترق أمام أعيننا. أدعو كل الأطراف أن يجلسوا ويصلوا إلى اتفاق حول هذا الأمر، وهذا يجب أن يتم عاجلا، ويجب أن يعكسوا الحالة الطارئة التي نحن بصددها والتي تشهدها العديد من الدول النامية. لا يمكن أن نستمر في الحديث عن العدالة المناخية بينما نحن في حالة أزمة. والآن حانت لحظة التضامن. ثانيا أدعو كل الأطراف أن تسدوا الفجوة الخاصة بالأجيال، وأن نجعل ونحافظ على حياة البشر، وأن نحافظ على درجة 1.5. وأيضا يجب أن نولي المزيد من الاهتمام للأهداف التي نحن نسعى لتحقيقها، ولا يمكن أن نسد فجوة الانبعاثات دون الإسراع في التعامل واستخدام الطاقة المتجددة. ويجب أن نقلل من استخدام ونمنع استخدام الفحم ونعتمد على الطاقة المتجددة. نحتاج أن يكون هناك اتفاق حول التضامن الإنساني يدفع الدول إلى تقليل الانبعاثات وحشد كل الدعم المالي والتقني للإسراع بالانتقال نحو الطاقة المتجددة. هذا أمر ضروري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية الطاقة المتجددة، وأن نبتعد عن جحيم المناخ. وهذا يعني أن يتم إنفاذ الوعد الخاص ب$100 مليار، وكذلك إيجاد خارطة الطريق لإنفاذ كيفية التصرف في هذا التمويل، وأن يكون هذا من خلال المؤسسات الدولية. هناك نماذج يجب اعتمادها، وأن يكون هناك حشدا للعديد من الموارد للقيام بالعمل المناخي. يجب أن نقدم الدعم التي تحتاجها الدول النامية لتعميم استخدام الطاقة المتجددة وكذلك الصمود. السادة الأعضاء، يجب أن يكون لدينا حلول أمام أعيننا لكي نستجيب للخسارة والضرر ونقلل الفجوات ونقدم التمويل. ساعة المناخ تتحرك، وعلى أطراف COP27 أن تنتهز الفرصة الآن وأن يتصرفوا بشكل سريع. وشكراً.